وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الحي الصبر عليه المعول والمعتمد. بزورتهم جاد الزمان علينا بعدما بغنا. أحييتمونا برؤياكم وقد لبست قلوبنا من تفاصيل لنا حللا. أهلا بكم أحبابي فردا فردا وحياكم الله ألفا ألفا. خدمتم إلينا مرحبا بقلوبكم. الناس من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم التلميذ ياسر كيبا ولتفضل الصورة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله الضاربة في كل الحدثات. المجد لك يا وطني والحب لك والعشق دوما. أعزائي الطلاب، تعالى أجمل ما قد يحمله الفرد في حياته هو الوطن والحب الذي
أنت ما جعلتنا متفائلين، أنت ما جعلتنا نصيب في بدون حدود، أنت من علمتنا الخروج بدون أي مرض، أنت البحر الذي يموج بلا شمس ولا رياح، أنت شمعة ممتلكة لتضيء درب الآخرين، أنت البهاء والوقوف الذي يظل علينا كل صباح، فالله يجازيك على كل خير، شكراً أستاذتي على كل كلمة. فنقدم لك جزيل الشكر والاحترام وشكر أستاذتي أستاذتي من أداء كل فرأينا ما يعجب العين، سمعنا ما يشبه الآذان ويطرب الفؤاد،
بعرفنا وهو وقت الولاء وزمان البيت آن. وإلى لقاء قريب وعلى الأفراح المشاهدين. وفي الأخير مرة أخرى آيات بينات من الذكر الحكيم نتلوها على مستمعكم المسلمين محمد أمين بوليك، وبعد ذلك أدعوكم إلى الصورة الثانية.